فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هل التفريق بين الأولاد في المضاجع يكون إذا بلغ كل المفرق بينهم عشر سنوات أم يكفي أن يبلغ أحدهم؟ لا، فرقوا بينهم في المضاجع، لابد كل واحد منهم يبلغ العشر. نعم.